لو قرح تاخدوني فهموني انا شو ذنبي. الاوامر ناخدك على التحقيق. ما رح احكي شي، عم تفهموا؟ بعدين انا ما عملت شي. إليف، عمو شاهين، هدول اللي جابوكي لهون. عمو شاهين ساعدني. إليف لا تخافي، اصحك تخافي بنوب. يا ربي يا ربي، شو اللي عم يصير؟ ليش جابوا هاي البنت لهون؟ منيح ما طلع معها اي ضرر براسها، بس بدنا نخليها هون الليلة من باب الاحتياط. ماشي، شكرا كتير إلك. خليها تاكل شي خفيف. يسلم يا روحي يا عمري، أنا الله لا يحرمني منك. جاي على بالك شي؟ بدك عصير فواكه بتشربي؟ ايه بشرب. دخيله يلي رح يشرب عصير. يا روحي انتي، جاي فورا ما رح أتأخر. ماشي. عفوا مدام زينب. حضرة الشرطي، مرحبا. أهلين، كيف صارت بنتك؟ الحمد لله منيحة. أنتوا قدرتوا تلاقوا شي؟ زملائنا قدروا أنهم يطالعوا البصمات ورح نحاول نعرف، ونحن عم ندور لفتت انتباهنا شغلة. شو هي؟ بالبيت كان في شوية ذهب ومبلغ مصاري كمان، والظاهر ما نون دائرينهم أبدا، وحسب ما توقعنا في شي ناقص. كان في كاسيت خاص بالمجيب الآلي. ايه طبعا كان في. معناتها فايتين مشان هداك الشريط وضربوا البنت حتى ما تحكي، والجواب عند البنت. رح نرجع نمرق لعندكم، بس يا ريت اذا حكيت لك شي تخبرينا فورا. ماشي، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. وقت مداهمه الحديقه عزيز كان هنيك ما؟ شو كان له شغل هنيك؟ شو هالصدفه دائما بيكون مع هالبنت بنفس المكان؟ بس ما كانت صدفة سيدي. عزيز كان بمهمته، ومثل ما بتعرفوا غيرت مكان خدمته، صار بالاستخبارات، وهو عم يتنصت على الرائد. مفهوم. ما عم تحكي هيك بس مشان تنقذ ابنك، ما هيك؟ لا أكيد مو هيك سيدي، وأنا كلفته بهاي المهمة. مفهوم، ماشي. خلينا هلأ نحكي بموضوعنا التاني. قصة موت الملازم مراد رح توجع لنا راسنا. ما كنت افهم ليش عطيت امر للعناصر يقتلوه، كان فيك تلاقي طريقة تانية. هو اللي ما ترك طريقة تانية يا سيدي. بعدين مراد كان بيعرف انه عم تنصت على بيت الرائد شاهين، ولو ما مات الكل كانوا رح يعرفوا هاي الحقيقة. بعدين حضرتكم كمان بتعرفوا كتير منيح انه هو هدد زملائه ورفع سلاح بوشهم ورفض يسلم حاله وهرب، حتى انه العناصر باخر لحظة هددوه وقالوا له استسلم بس هو رفض. طيب بتقولوا هالحكي هذا بالتحقيق، وبتقولوا كان بالمنظمة، والبنت اذا بتذكر اسم شاهين بتخلص كل هالمشكلة، ورح نسكر موضوع الحركات الرجعية اللي عم تصير ضمن الجيش. بكرة في مراسم، وأنا رح أخذ وسام الفخر، كتير ضروري مشان الترفيع. لا تشغلوا بالكم بنوب، بكرة ما حد رح يقدر يخرب هاي المناسبة أبداً. إليف؟ عزيز؟ إليف امشي باتجاه المراية. عزيز؟
مشان الله تسامحني، كل شي صار بسببي. بعتذر منك، دائما برضك معي، بس لا تخاف هلا، انا ما رح اورطك بهي القصة، وشو ما سألوني رح اقول انا السبب. اصحك تعملي هيك شي؟ اساسا هذا اللي بدهن اياه، انهم يستغلوكي. بعدين ما علينا اي ذنب، نحن عملنا الشيء الصح، حاولنا نساعد شخص بريء. عزيزي كتير خايفة. لا تخافي بنوم، لا تخافي. هلأ رايح لعند حضرة الضابط صبري، ورح أطلب منه يساعدك، بس لا تقبلي بأي اتهام. وقع الورقة وخلصيني. ورقة شو؟ إفادتك. بس أنا ما عطيت إفادتي، ولسه ما حكيت ولا كلمة. معروف شو لازم تقولي بالوضع اللي أنت فيه. طبعاً إذا في عندك عقل ما بتقولي غير هيك. وقع الإفادة، وقتها أنت رح تنعافي من كل التهم وبتطلعي من هالباب. بس مكتوب انه الرائد شاهين والملازم اول مراد اعضاء بمنظمة المرابطين. ايه مزبوط، مكتوب لانه هي الحقيقة. انت ما كنت بتعرفي مو؟ طيب هلا صرت بتعرفي. عادي بنتي، عادي عادي. اسمعي، هدول الناس مو نضاف بنوب، نحن صار لنا فترة منيحة عم نراقبهم، وفي بين ايدينا معلومات وأدلة كتير مهمة بدينهم كلياتهم. وهالشغلة الأخيرة اللي صارت جابت أجلهم، عم تفهمي؟ وإذا أنت بتوقعي هلأ على هالإفادة، بتقولي ما كنت بعرف، وبتقولي هن حاولوا يستغلوني وبتشتكي عليهم كمان، وقتها أنا كتير رح ساعدك. بس إذا عارضتي الفكرة ورفضتي إنك توقعي، وقت النتيجة بتختلف، وقت منقول هالبنت كمان عضو بالمنظمة. حكي واضح وما في أمل تاني إليك، مفهوم؟ القرار عندك. ابني خلينا نطول هالكمام 2 سنتي. تحت امركم سيدي. حلو، تأمرني بشي تاني؟ خلص هيك منيح. بنتي حبيبتي، انا بعرف كتير انك خفتي من اللي صار، بس انتي لازم تجاوبيني على كم سؤال، ماشي؟ يلا حكيلي اللي اشوف. هداك الزلمه
وقت تهجم عليكي انتي ما شفتي وشه؟ أكيد؟ ما شفته. وما سمعتي صوته كمان؟ طيب يلا قليلي انتي شو كنتي عم تساوي وقتها حبيبتي؟ ما دخلني، ما رح أحكي. بس حبيبتي يا روحي هالشي كتير ضروري كرمال عيلتنا وكرمال أبوكي. يلا يا بنتي الحلوة أحكي، حاولي تتذكري وأحكي لأمك. كان التليفون عم يرن. إيه؟ وأنا ركضت على التليفون بس ما لحقت. طيب المجيب الآلي كان شغال شي؟ يعني أنت سمعتي صوتي؟ سمعته وكمان. شو كمان؟ مي ما بقدر أحكي. طيب وليش ما بتقدري تحكي يا بنتي؟ يلا أحكي بقى. وشو كمان؟ آه؟ رح يسمعونا. رح يسمعونا؟ بس حبيبتي ما في غيرنا، هو مين اللي رح يسمعنا؟ بس هنن عم يتسمعوا علينا وبيقدروا يسمعونا. عم يتسمعوا؟ مين اللي قال هذا الحكي؟ عمو مراد. ابني كرمال الله بس اللي هالشغلة، هديك البنت ليش جابوها لهون؟ والملازم أول مراد وينه هلا؟ بس ريح لي قلبي، اعتقلوا له مراد شي؟ من شان الله أحكي شي يا ابني. الملازم أول توس. إذن الرائد جاهين عرفكن على بعض. وخططتوا لكل شي مع بعض مو؟ طالما أنت ما عم تحكي شي معناها موافقة على هالحكي. اسمعيني، أنا بعرف منيح قديش تعذبتي لحتى تفوتي على الجامعة وتصيري دكتورة، وكيف طلبتي مساعدة من الماريشال قدرت ومدتي له إيدك. أنا ما بمد إيدي غير للي خلقني. إيه ماشي ماشي، هذا الشي فهمنا، بس أنا عم حاول وصلك لبر الأمان. الطريق اللي ماشي فيه مانو نظيف، إجيتي لهون مشان تصيري دكتورة بس هيك رح تفوتي على السجن كأرهابية. ليش راسك كل هالقد سميك؟ فهمي علي، هدول عم يخدعوا الأبرياء من أمثالك وعم يستغلوا عواطفهم بأعمالهم الدنيئة، ودائما بيكرروا نفس الحكي، ذنبنا الوحيد الدين والصلاة، وهدول عطول بيتدخلوا بديننا بس كله كذب كذب وما لازم نصدقهم. هدول الأرهابيين وكل هدفهم هلأ يخلوا الرجعية تدمر البلد. أنا ما عم صدقكن. اسمعي، بفضلنا أنت عم تفوتي على الجامعة هلأ، فهمتي؟ وإذا عم تحلم تصيري الدكتورة فهالشي بفضلنا نحنا، بفضلنا نحنا وبس. مشان هيك ما قبلتوا أني سجل بالجامعة، ومشان هيك حاولتوا تخلوني شيل حجابي غصبا عني. لك حتى جنينة بيتكم ما خلتوني فوت عليها، وكنت رح أنحرم من التسجيل بالجامعة، ولساتكن لهلا كابسين على نفسنا. سجلنا بالجامعة بس عم نتقلع من المحاضرات، وحضرتك بتقلي بفضلكن أنا بالجامعة؟ بالله جد؟ معناتها خلوا فضلكن على حالكن وأنا هيك منيحة. بدل ما تخبصي بالحكي وتعصبيني أكتر خدي وقعي هون. يلا وقعي وطلعي فورا. ما رح أوقع أبدا. لا بدك توقعي. قلتلك ما رح أوقع. كان قلتي لي ما راح توقعي معك. ماشي لا توقعي مثل ما بدك، صدقيني لخليكي تترجيني وتقولي جيب الورقة لحتى وقعها.
بعد شوي منشوف. سكروا فتحات التهوية وشغلوا الشوفاجات على الأخير، وممنوع أي حدا يفوت لجوا، وما بتعطوها مي. تحت أمرك سيدي. سيدي، رحت على المشفى شي؟ شو وضع البنت الصغيرة؟ رحت سيدي، وضع البنت منيح وما قالت شي للشرطة، وكمان جبت الكاسيت معي. طيب هاتوا لشوف. منيح، قدرت تنفذ المهمة. هلا بتروح بتسكر هذاك البيت قبل ما يصير شيء. شيل كل الأجهزة ولا تترك أثر، لأنه إذا حدا عرف رح نوقع بمصيبة. وبتجيب لي كل الأشرطة. تحت أمرك سيدي. يلا بسرعة. صار لي ساعة عم بترجعكم، لو سمحت من شان الله، أنا لازم أحكي مع الضابط صبري، ضروري كتير. لو سمحت أنت بس خبره، زوجة الرائد شاهين بدها تشوفك، أكيد رح يوافق يشوفني. لو سمحتي، أنا قلت لك ممنوع هالشي. من شان الله، أنا لازم أشوفه ضروري. شو عم يصير؟ بترجاك تساعدني، ما حدا عم يسمعني هون. أنا لازم أشوف الضابط صبري كتير ضروري. يا عسكري، ليش ما بتدخلوها؟ سيدي، أنا قلت لها للمدام إنه الضابط صبري مو بالمقر. انتو ما بدكن تفوتوني لجوا بس لأني محجبة. لو سمحتي تعالي معي. جيت أحكي مع الضابط صبري، بوصل له اللي بدك تقولي له إياه. ماشي. امبارح في حدا فات على بيتنا، ولولا لطف الله بنتي كانت ماتت. حرامي شي؟ لا مو هيك، لأنه مو سارق أي شي، بس هو أخذ الشريط الخاص بالمجيب الآلي، والملازم أول مراد تارك تسجيل، وبنتي ملاك سمعاني هالتسجيل. بالله جد؟ طيب شو قايل بالضبط؟ قايل إنه في حدا عم يتنصت علينا، يعني عم بيراقبونا، وأنا ما عرفت شو بدي ساوي ولا لعند مين بدي روح. وأكيد بتعرف إنه شاهين لساته بالسجن وما عم لاقي الملازم أول مراد. بعدين قلت لحالي بجي لهون وبحكي مع الضابط صبري، بلكي بيقدر يساعدني. ما عاد تلاقي الملازم أول مراد. كيف يعني؟ أوصوه لما راح يشوف أمه، واعتقلوا إليف، وأنا أجيت لهون مشان هالشي. دخيلك يا ربي، حرام يقتلوه هو بعد شبابه، رح يورطوا البنت المسكينة كمان. شو هالوحوش هدول؟ نحن كيف رح نقدر نواجه هالظلم؟ الأفضل ما تتدخلي، خليكي مع بنتك، رح أعمل اللازم. بتشكرك كتير. لنشوف إذا رح تقدري تتحمل جهنم يلي حطيتك فيها. كرمال الله رح أحترق، أعطوني كاسة مي. بدك كاسة مي؟ شغلة بسيطة، بس وقع الورقة وبعدين بفتح لك الباب وبتطلعي من هون. ما بصير شيء إذا ما شربت قليل قديش صرت برمضان؟ بس أنت بتمنى أنك تخبرني بالآخر كيف رح تقدر تتحمل نار جهنم؟
بعد هالجرايم اللي عملتها وظلمك للناس الأبرياء كيف رح تنغفر لك ذنوبك؟ وأنا بصراحة كتير محظوظة لأني اليوم عم عيش هالعذاب، بفضلك رح يخف عذابي بالآخرة. سهيلة يلا فيقي، بدي أسألك سؤال. عم قلك فيقي بقى، إليف مو مبينة. كيف مو مبينة؟ امبارح راحت عبيت خالك مشان تحكي لهم عن وضعي. ايه ما رجعت عالسكن وما شفتها بالجامعة وما حضرت الامتحان كمان. بلكي بتكون مع عزيز. وليش لا تكون معه بقى؟ وشو راح تعمل معه من امبارح لهلأ؟ مستحيل يضيع الامتحان. رح أتصل ببيت خالي. يلا شو عملت؟ قدرت تقنعها توقع؟ سيدي مثل ما انك شايف عم حاول معها، بس هالبنت كتير عنيدة. راسها يابس عم تقاوم. تعرف جابوها من دون امر اعتقال وما فينا نتركها عنها اكتر من هيك، لهيك استعجلوا حل هالموضوع بسرعة ولا رح يصيروا يتهمونا نحن الاثنين. تحت امركم سيدي. روح شوف شو صار لها بلا ما تموت ونبتلى فيها. يلا بسرعة جيب لي مي. بابا شو عملتوا فيها؟ عزيز يلا اطلع لبرا، اطلع بسرعة. بابا قلت لكم البنت بريئة، ليش ما عم تفهموا؟ اصلا انت اللي ما عم تفهم. اذا هالبنت بريئة والرائد كمان بريء والملازم أول بريء، لكن مين المذنب؟ يلا أحكي لشوف. أنا المذنب الوحيد، فهمت هلأ؟ يا ملازم أنت ليش حاسس حالك مذنب هلأ؟ إذا بحكي لكم بتتركوها لإلي؟ انت احكي ومنشوف. عزيز لا، انا خبيت الملازم مراد. لا، وخبرتها تاخذ امه على الحديقه. وإذا أنتم مصرين إنه تعاقبوا حدا وعم تدوروا على متهم فهو أنا. إليف ما دخل بنوم. بتمنى إنكم تتركوها. عزيز عم بكذب. سيدي الملازم أول عم يكذب مشان يحمي البنت. أنا برأيي أنت يلي عم تكذب لتحمي ابنك سيادة العقيد. وأنا
حاسس اني مصدق كلام الملازم من قلبي. ما عاد في داعي للمي. سيادة العقيد، إذا مانك حابب يصير وضعك مثل وضع الرائد شاهين، الأفضل تحقق معادنك. عم يقولوا إنه الشيخ رح يطلع بكفالة، حضرتك ساهمتي بالدفع؟ كلياتنا منحبه ودفعنا له الكفالة، أكيد ما رح نترك شيخنا يضل مزدود بالسجن. طيب الشيخ خدعك أنت كمان؟ ما شفنا من هذا الإنسان المؤمن التقي غير الخير، ونحن كتير ممنونين منه. بابا إجا يا جماعة. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله، شو عم بيصير هو؟ إطلاق سراح الشيخ هي القضية التي شغلت الرأي العام وجميع المريدين مجتمعين ليستقبلوه. انتي يلي جمعتي كل هالعالم؟ لا والله بابا، أساسا ما زحزحنا من هون. لك انتي شو قصتي؟ سيد كمال، حضرتك رفضت كل الاتهامات والناس عم يجوك من كل مكان، ويوم عن يوم عم يزيدوا المريدين تبعك، شو تعليقك؟ بالله عن جد؟ اي طبعا، هذا شيخنا يلي منحبه ورح نضل وراه للموت. بعدين شيخنا بيكون تعبان هلأ، يلا شيخنا تفضل اطلع بسيارتك. سيارتي؟ يا أمي هاي السيارة إلي؟ تفضل شيخنا، أنا رح أستضيفك ببيتي. ليش لا؟ خالي عدلية، إذا بينقصكم أي شيء فوراً خبريني، ماشي؟ يسلموا ابني، كتر خيرك. خالي عدلية، في عنا ضيفة. تفضلي، أهلين وسهلين. أهلين فيكي. لعند مين جاي؟ أنا بكون مرت خال سهيلة، وضروري كتير شوفها وأحكي معها. نحن كنا بدنا نتصل فيكي لأنه قلقنا كتير على إليف. ليش شبهها إليف؟ ما رجعت على السكن من مبارح، وأنا أصلاً جاية من شان هاي القصة. العساكر أخذوها لإليف اليوم. شو بدك؟ ليش على عياط؟ نادي للعقيد نزار، أنا رح وقع على الإفادة. شفت شو صار؟ أنا نبهتك كذا مرة، أنا حاولت طالعك من هالوردة بس أنت مصر أنك توقع، وكنت بعرف أنه هيك رح يصير من الأول، وكنت بعرف أنك بغبائك رح تدمر حالك وتبهدل عيلتك. أنا ما عملت أي شي بخجل، وهدنك ما عليهم ذنب. انتوا عاقبتوا الملازم مراد بدون سبب وقتلتوه ظلم. قال رح يشوف امه ويسلم حاله من شان امه ما تفكره خاين. الحق معه، لسه ما انعملت جنازته ساويتوه خاين. ما عم صدق. ولك يا غبي، ضحكوا عليك كمان. ليش انت بتعرف ماضي هدول الناس شي؟ على طول اجتماعات سريه وعمايلهم جوات سكنات الجيش وتشكيل العصابات كمان، ومحاولاته اللي يوقعوا اسيادهم ويقتلوهم. لسه بعد لك كمان؟ ما في داعي،
ما رح صدق غير اللي بشوفه، وكل اللي سمعته كذب. يعني قصدك رح تصير بصفهم ورح توقف معهم ضدنا؟ أنا بصف الحق وبس. لا وبيقول لي أنا بصف الحق وبس، معناها رح تشوف شو رح يصير فيك، وخلينا نشوف مين رح يوقف معك. قولك أنت دمرت حالك ودمرت أبوك وبهدلت عيلتك. يا عسكري! تحت أمرك سيدي. خذوا لهاد على سرية التأديب، خليهم يأدبوه. تحت أمرك سيدي. شوفي سيدي، السكن تلخبط كتير. ليش شو صاير؟ مثل ما فهمت انكم معتقلين إليف، زوجة الرائد شاهين خبرتنا، ولما البنات عرفوا بهذا الشي راحوا لحتى يشتكوا ويطالعوها، ونحنا ما عملنا شي لحتى ما يشتلقوا. شو منساوي؟ لك يروحوا لوين ما بدهم يروحوا. هلأ كل شي تحت سيطرتنا نحنا. هذيك البنت عضو بالمنظمة الإرهابية، وهالشي بكفيهم. شو قال؟ ما فينا نعمل شيء. الظاهر إليف متورطة ورطة كبيرة. وشو الموضوع؟ ما بعرف، حكى عن منظمة إرهابية. خبروني شو بصير معكم. ماشي، أنا لازم روح على المشفى. تعرفوا بنتي ملاك لساتها هنيك. ماشي مرت خالي، انتي لا تاكلي هم، رح نعمل اللي بيطلع بإيدنا لنلاقي أهل إليف. أساساً هن بيعرفوا الضابط قدرت، ورح نحل هالموضوع. ماشي، بتشكرك كتير حبيبة قلبي. الله يعطيك العافية اختي عدلية. الله يعافيكي، الله يكون معكم. خاطركم. تفضلي، يلا وقع الإفادة ولا تيبسي راسك أكتر. هيك ما بصير، ما بوقع على شي ممكن يطعم بشرف الرائد شاهين والملازم مراد. بس جيبولي ورقة فاضية ورح أكتب لكم كل شي صار بهديك الليلة، ورح أكتب الصدق بدون ما كذب بشي. المهم عزيز ينفض، أنا واثقة أنه نحن ما عملنا شي غلط. لك أنت على طول بتورطي ابني بالمشاكل تبعك وبتقولي بدك يا ينفض. لا تكوني مفكرة ابني لعبة بين إيديكي. صاير شي لعزيز ما بتعرفه. وشوفي كمان، عزيز عم بيموت. عزيز عم يموت؟ ولك انت شو عم تخبصي؟ دكتور قال ممكن بأي لحظة يوقف قلبه، وبعملتك هاي عم تقرب ابنك من الموت بشكل سريع كتير. أنا خبرتك لأنه قلت إذا عرفت هالشي ممكن ترحم ابنك. أنا بعتقد البيت بشي مكان هون. تعي معي. لو سمحتوا، في حدا ساكن هون اسمه كمال؟ عم تدوروا على الشيخ كمال؟ شو بدكن تعملوا حجاب؟ لا، جينا لحتى نشوف مرته الخالة إلهام. أنتوا تأخرتوا، لو أجيتوا أبكر شوي كنتوا شفتوهن.
طيب بتعرف لوين راحوا؟ قالوا انتقلوا على بيت جديد، ركبوا بالتاكسي وراحوا. بس التاكسي من الحارة بعد شوي بيجي، لا تقلقوا، بس يجي بنسأله. ليكو امري امري، عم يسألوا عن الست إلهام، لوين أخذتها؟ الشيخ كمال انتقل على بيت جديد وأخذت الست إلهام لعنده. طيب بتوصلنا لعنده؟ تفضلوا يلا.